مبدئيا انا مش بلوجر، انا عارضه ازياء، دي اول حاجه. يعني دي اكتر حاجه بتضايقني البلوجر. لا انا عارضه ازياء من وانا عندي كام سنه، 10 سنين. ما ينفعش ان احنا نلغي بقى كل الكلام ده ويحصروني في ان انا ايه بلوجر وبتعمل تيك توك وبس. لا انا عارضه ازياء، بلبس هدوم بتصور بيها، ده شغلي. الله يبارك فيك. وهي كانت فتره صعبه عليا جدا واتظلمت اكيد طبعا. يعني كنت مظلومه، انا اتظلمت جدا طبعا. شايفة انه يعني انت بتثيري جدل كتير، يعني اي حاجة فيها سلمى الشيمي يبقى فيه جدل. هل انت اللي بتصطنعي ده او انت اللي بتعملي ده، ولا مين اللي ورا الموضوع ده؟ طب خلينا نقول ان ده بيتسمى الترند، صح؟ الترند. طب الترند ده مين بيعمله؟ صانع المحتوى ولا المتلقي اللي هو بيعمل شير للحاجة؟ احيانا الاتنين، بس الاكتر المتلقي. انت اللي بتعمل شير، وهو واصحابه والناس هي اللي بتعمل شير، وهي اللي بتتفرج على حاجه بدل مره كذا مره. يبقى كده المتلقي هو صانع الترند، او هو نسبه كبيره من صانع الترند. يعني انا فيا رغبه او مرغوبه من فئه كبيره، وفئه كبيره بتتابعني وبتحبني. فيكي رغبه، يعني تقصدي تقولي ان انت محبوبه، او في محبوبة فئه طبعاً. معينه بتتابعك، فئه معينه بتتابعني من اللي هم بيعملوا مثلا، بيشتغلوا في مجال الملابس، عارضات ازياء بتتابعني، المتلقيين بقى زي ايه اللي بيشتروا الملابس دي هم بيتابعوني. فيبقى في فئه كبيره بتتابع سلمى الشيمي وبتشوفها ان هي مفضله بالنسبه لهم. فعشان كده اي حاجه بتنزلها سلمى الشيمي دايما بيبقى ليها تواجد، او سلمى اسمها عامه بيبقى ليه تواجد. لكن انا ذنبي ايه في ان انا مثلا الحاجه بتتنشر بسرعه ليا؟ انا يعني انا من وجهه نظري في ناس كتير قوي موديل دلوقتي، بقى في موديل كتير، واظن برضو ان في ناس كتير بتلبس اكتر مني وليها تواجد على السوشيال ميديا يمكن اكتر مني كمان. اشمعنى سلمى؟ ده السؤال، اشمعنى سلمى؟ ده بقى مش ليا انا، مش الاجابه عندي، مش الاجابه عندي طبعا. امال عند مين؟ عند المطلق، عند الجمهور تقصدي؟ طبعا عند الجمهور. طبعا. يمكن احنا شفناكي على مواقع التواصل الاجتماعي، ما نعرفش بقى مين اهلك او دراستك. انا انت شفتني الصبح واحنا جايين معايا والدتي. شفنا انا والدتك. علاقتي قويه جدا باهلي، وانا اهلي رقم واحد في حياتي. انا امي دي تاج راسي، واي خير في الدنيا سبب امي. ربنا يبارك لك فيها. الله يخليك. انا والدتي مدرسه، والدي دكتور، اخويا كابتن في احدى الجيمات البراند.